نروح لخبر تاني في عالم جائزة نوبل للآداب، حالة كده من الفرح بيشهدها الوسط الثقافي والأدبي في كوريا الجنوبية بعد تتويج الكاتبة الكورية هان كانغ بجائزة نوبل للآداب كأول امرأة في آسيوية تحصل على جائزة نوبل. يعني هان كانغ أول كاتبة كورية بتفوز بهذه الجائزة القوية طبعا، تقديرا لنصوصها النثرية الشعرية اللي بتواجه الصدمات التاريخية وبتكشف عن هشاشة الحياة البشرية. تفاصيل أكتر في سياق هذا العرض. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. الأوساط الأدبية في كوريا الجنوبية بالكامل احتفلت بالكاتبة الكورية هان كانغ بعد فوزها بجائزة نوبل للأدب 2024، فهي أول كاتبة كورية تفوز بهذه الجائزة الاستثنائية. وأكد موقع نوبل برايز أن الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ نالت جائزة نوبل في الأدب تقديراً لنصوصها النثرية الشعرية التي تواجه الصدمات التاريخية وتكشف عن هشاشة الحياة البشرية. ولدت الكاتبة الكورية هان كانغ في 27 من نوفمبر عام 1970 في غوانغو، وبرعت في الكشف عن هشاشة الحياة البشرية في كتاباتها حسب تعبير الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل. كما انعكس اهتمامها بالموسيقى والفن على أسلوبها المبتكر في النثر المعاصر. وجاء تتويج الكاتبة الكورية بالجائزة عن مجموعتها الشعرية أضع المساء في الدرج، ومن ضمن نصوصها قصيدة الشتاء عبر المرآة. كتابات هان استحوذت على مواضيع مهمة ومعقدة تتعلق بالعلاقات الإنسانية وتعكس الجوانب المظلمة للمجتمع الكوري الجنوبي، لذلك رشحت بقوة للحصول على جائزة نوبل التي تقدر قيمتها هذا العام بأحد عشر مليون كرونة سويدية أو 1.1 مليون دولار. هان كانغ درست الأدب الكوري في جامعة يونسكي، وسجلت في برنامج الكتابة الدولي بجامعة آيواك، وهي ابنة الروائي الكوري الجنوبي الشهير هان سيونغ وون، وبدأت مسيرتها الأدبية كشاعرة عام 1993، وفازت بالعديد من الجوائز مثل جائزة يي سانغ الأدبية 2005، وجائزة مان بوكر الدولية 2016، وجائزة نوبل 2024.